نفتح الباب. شكون شكون؟ حميم. انا سلام. انا سلام. كيف انت لاله عليك؟ كيف ولدي ولدي مسخن حاشا. كيف انت؟ زين. هاي المدام مقدمه. المدام روايح يا كبدي. حي مقدمه. كيف انت مزيانه بخير؟ شكون هي المصيبه تحلى قلت لي عاد؟ هذه مدام. شنو هو؟ مدام مراتي. مراتي عادي يا خا ولدي يا خالي. لقيت قدر ازخ يا كبرت خرجت تحت قد العود وجبت ليها المونيكا د عصور هذه يلعبوا بها الفراوه. خا ولدي هذه اللي عرفتها في المدينه وتزوجت فيها فهمتي. رحب بيا وتهلا فيا. راه ظريفه والله الا ظريفه. تزوجنا وجخت ها العشيه بابا خبيت بك عليكم جوج بكم. لا انا كنبغيها الوالده تهلا فيا. شنو هو؟ كنبغيها. لا ما بقاش يحشم هاد الطفل. لا ما بقاش يحشم. علاش جيت؟ علاش بقيت تما معاها؟ علاش جيت؟ تهلا فيها الوالده. تهلا فيها. ديش عليها فريده ديالي. ديش عليها الوالده. انا كنعرفها يا حبيبي. داخل بيها يا حي صداله. ديش عليها الوالده مسكينه هي. حي نص نضره الحرام تكون كرهت الوالده. ما تغوتش عليها غير بشويه الوالده. ما تغوتش عليها. المسرح كامل جابته لي لداخل. انا من الصباع وانا شطبه وانت الحرام من الصباع. هي ما كتعرفش يا الوالده. ما كتعرفش. عيب شويه عليك. زيد عيب شويه. زيد زيد. هذه الفيلا اللي قلتي لي كتسكن فيها. فين هاد الطونوبير اللي قلتي؟ وهذا الشيء اللي عطاها. انا بوريك باقا ما شفت والو. هاي عندي شاش طاريه مورا. دخول دخول. زيد زيد ما تخافش. زيد ما تخافش. ما تخافش الوالده ضريك. المسخوط هذاك ما بقاش شي البيت تمايا. داخله للسطور حي كحاز الخناشيد وطحر من الفيران وفرش تمايا. فرش الاخر بمصيبه. يما الحبيبه الناس يقلبوا على العياله. الوالده مالك تتعاملي مع المراه بحال هكا؟ تتعامل معها غير بالاداء. ويا خويا راه باقا في المدينه. تتعامل معها مزيان. واش شفت كيف لاخت الصحه ما كتبهاش؟ هو دابا بحال عاود الشجر. ماشي مشكل. المهم انا غير تتعامل معها فهمتي. انا راه جبتها من المدينه كنبغيها وكتبغيني فهمتي. خصك تهلا فيها. ما هنا باغي انا ولدي. ما هنا باغي انا. انا قلت لها انا موصي على بنت اختي طامو نعبيها. انا قلت لها غزاله غنمشي درعها في الصباح وتجي تحمل خبز ونقوش ما تخليش ما انا ما خصنيش بنت الباديه. انا خصني بنت المدينه الوالده الله يهديك. واخا بنت المدينه ياكل الخبز. انا هذا الانسان بغيته خصك تهلا فيه. واخا ولدي واخا. والله يهديك الوالده الله يهديك. انا ما نهضرش معاك. بابا كيجي في عشيه هو اللي بيهضر معاك. انا صافي. انا كان عندي طفله واحده راه الله يرضى عليها مشات حاله جوجت راه في الدويره ديالها. هذه انا بنقي نقي الزرع. والله الوالده شو والله العظيم غتعجبك. غادي نجيبها وغتعجبك. راه كتعرف تعمل الشغل. كتعرف تعمل اي حاجه. غير تهلا فيها. وشني باقول للناس؟ الناس شني باقول اللي بيشوفوا لي هيثا مراتي؟ شني لابسه قلاي؟ الوالده انت كديري على هضره الناس. هي ولدي حنا فين عايشين؟ ديتي على هضره الناس. انا نمشي نعيط لك ليلى والله العظيم حتى غتعجبك. ما تعرفش تعمل اي حاجه غير وعلمها. الا ما كتعرفش تعمل شي حاجه علمها. نعلم انا باقي الخاطر بنعلم. انا خص انا اللي خصني علي يعطيني ناخذ. تساعدني الوالده. تساعدني. شنو نقول لك اولدي؟ دنيا اجي دنيا تكلم الوالده. شنو نقول لها؟ زيد. ها هي الوالده. شنو الحوايج لابسه؟ شوف افريمي جا الوالده. ها هي والله الا كحشتي. ها هي الحوايج. شنو هادشي لابسه؟ خذ الكومبليز وتشحال هذي كنا نلبسو. الوالده درا الحوايج المدينه. هادشي راه باقي ما وصلش عندك. الوالده درا الحوايج المدينه. دخل سير راسك اخا ويجي عم خدا بابا يمشي. حي مقدم سير وغبر عليا كيما انتكم. نعاونك شويه. هاي يما الحبيبه شني الحوايج. عاونا عاونا وريها الشغل اللي كتعمل. وريها الشغل اللي كتعمل. الوالده 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 الله يهديك الوالده. وشنو جمال خبر عليا الله يعطيهم تخطر. ما ظهرك وتهانيه. ما خصني حتى حاجه. جلي دغا ولد الحرام تقلع على الدار دير الخبز. ما جيني من مصيبه قبح منك. ها يعطيكم. انا داخل للباب. انا داخل نبط مزيان. شوف الغبار الغبار. درا 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 بزاف قيم بحال هكا. ها بحال هكا. فوالا يما حيوا السخفه. الوالده الوالده اش كدوريها؟ واش دابا انت كتقتل كتقتل الكلب ولا شنو كدوريها بحال هكا؟ خرج عليا. الله يرحمك والدينا الوالدة. عاد شوية الله يرحمك والدينا الوالدة. عاد شوية. الله ينعس. شنو عاد قتلنا حنا والله. الوالدة. عاد شوية. الله ينعس. سخفتوني.
بيجي عاوتاني ها بيجي خصنا هاد المرأة والله إلا خصنا هاد المرأة نمشي نرجع للمدينة وصافي. أنا بغيت نرجع بحالي اليوم أصلا ما بقيتش خاطر في نصبر. والله نمشيكم عيوني. صافي ما تبكيش ما تبكيش يا دنيا. شوف المساخط هاد الظهر هادي اللي باقي الناس. خصهم يطبقوا هذيك المرة أنا اللي باقاني. الاخ مسكينه الحلم شوف شوف نوض 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 بغا يعطيك مصيبه نوض الدوار هذه نوض شوف 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 كيف يعطيك قنيه عندي في الدار ماشي بنادم نوض 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 بغا نوض نعس ما نوض بغا يعطيك مصيبه اي مال حبيبي اي مال حبيبي كان صباح في الدار ديالنا غزاله التمر اللي جابني ليلى والقهره بقيت كنعرف ما بلتا شي حاجه في هاد العربيه يا ربي نتلفه بنتلفه الاخرى خارجه من البيت نمشي لبيت شوف هنايا شوف شنو يبقي شنو وضع من هنا والو خالتي شنو صبغ في راسك والو سي هذيك حماو وشطب وحنك وجمعوا الراس وانت لاقي وجمعوا غير صبري عليا والله ينعل انت دابا قرن دابا واخا قهرتيني اش هاد يا سبع سلامات في سلام الغادي زربان وابا يا ابا يا ابا وطالع دابيه وسيدي حماد وابا يا ابا يا ابا طالع دابيه وسيدي حماد هذا هو اللي قيتو لي انا مالك الوالدة مالك مالك وابا يا ابا طالع دابيه وسيدي حماد اي ما اي ما شني هذا الخطيء نوض من قدامي نوض هاك الوالدة بلاتي غنعمرو الراس الوالدة وغنهضرو انا معمر الراس انا راسي معمر من البارح من جيل ولا معمر الراس مع ولدي شني ما نقول لك مزيان وحلو ودناخ معايا انتي انا ولدي والكبدة ديالي ولكن ولدي ديك الخطية اللي جبت لي ما هي امرأة ما هي راجل ما عرفتي ديك المنكر ما يخرج فاسلك مع الوالدة اسلك معها شوية انا بقات لي صحة انتي تشوف انتهت على حدي وهي مقابلة هذيك الهام ديك ما عرفتش شنو داك الشيء ضيع هذا الفلوس الصباغ في الليل والصباغ في النهار والصباغ في العشيه لكن المكياج الوليد المكياج يكون ماكياج ولا شنو يكون شنو ما كان حنا شحال هذه كنا خصتو بالتراب مواعين كنا خصتو بالتراب وجهناتي وكيفاش يما بقى بحال بالله راه هي شي طالع شي هابط نص كحل ونص بياض شنو بس ديما نسليك ولدي انا شفت لك المراه غزاله بنت اختي بنت اختي طامو القلد القيل درعه وتجي تبداه من الباب شحال نعمل بهذيك الوالده شحال نعمل بها؟ مكان من القصاب تجي تسقي بالحمير وانتي انا ما هذه علاش ما لقيتي دابا ما انت ما لقيتي خصنا المراه روميه روميه ولدي عبي المريوه ديالها وانتي انا وياها قلبو ما ذاكلو انا بابا دابا قريب يجي ما بيبغيش السخطه اللي جبت انت لها وحتى الخدمه جراو علينا الوالده من تما كنا خدامين في المدينه الخدمه جراو علينا الخدمه ولدي ولا جلس انا ما عندي ما نقيله انا تشوفني شي حد ما خصك تبقى فيك معنا وصافي الوالد نوض قيت الطابليه وصبت الكواتش راه هو وانا تحزم معي شني ما قيت قيم معي وابا يا ابا يا ابا وطالع دابي وسيدي حماد انت نهرستي انا اللي طالع دابي ماشي انت خلينا نعمروا الراس انا ما نقشر عيدي انا ما نقشر عيدي شو ود الحرام الله فيها الوالده تهلا فيها اخا ولد الحرام انا نعاود لك كمال تخلنا لا الحبيبه هذوك ولات كان نطبخ لماما الخبز والله خالتي الحبيبه هي اللي عندي هذيك هي النويوره ديالي الله يعطيك سد لا قوه ان شاء الله هي النويوره ديالي الله يجيها شوف 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 انا ها الخبز اتعب صبر جفر سيق ما يهزني وينتهنا Thank you.
عندهم هادشي عندهم اللي دخل كبلو اتاي واللي دخل عنده بحال الفيرما ماشي الدار يا ربي. اتاي كيتحرق يا ربي يا ربي بالضحك. عمل صندوق رد على قصد العائلة هاي ملحي بما العفيق تحت شوف فيها مزيان قلال عطاك العنقوطة ديالها ها هاي رمي هاي قطعها هاد البلاصة هادي بارك هادي غير هاد البلاصة بارك عليا الهلا يزيد كثار هاي عطاك تعلم تواحد ما خلق معلم بس كما تعلمو قالوا هيثم علي ما تجرح في حاجه قطع بالتاويل قطع بالتاويل هذا يضيع شو قطع ثم من هنا بالتاويل سير بالتاويل تيتح 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 انا مج انا مج انا قطع انا ما مشي نبدل ديك الغلمه نوض خارضه ان شاء الله نوض تحرك سير بركه مع الفتوش ديال اخو شنو هذا كلو شنو هذا كلو هذا مال فرخين طوني صافي صافي لا يزيد كثر ها الشغل اللي نعملو لك انا ما عمري في حياتي ما عملت هذا الشيء هذا اللي كتعمل ليه الحيوة ما قلقتي الراجل ديالها ما جا عندنا حنا لا ما قاليش قال لي غادي تكونوا في فين تعرفنا واه كذب عليك الحيوة ما قال لا اختي الحبيبه ما قال لا ما قال ليش الحبيبه ديالك عاونا الزهره كيف انت الحبيبه لاباس ايوا حنا نعديو بارك الله فيك شنو باقي اي والله يعطيك الخير اجي اجي هذه هو ديك امويك اللي قتلها صافي شغل انت لو حافياني ريدي صافي شغل كنت خاجي لهن اي مالا 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 ما تروح عليا نوض حارس نوض هاجي يا المسخوت شوف لي هالمصيبه هذه المهنه يا خاجي ايدي مالا ما تروح حد نوض بارك ما تبوحط عليا انا يا اخي نعرف انا ديك الشيء نعرف احنا كنا نعطيوها شحال هذه نو احنا عملت لي المراه الوالده عرفت لي هذه المراه انا غادي نعطي الباب حتى انت تبقى الران دابا انا صغر لك الوالده صافي نو قطيع ما كتبش العيالات هما دراسه ما يرعوا صافي الوالده انا هذه البلاصه هذه غنخليها لك انا غنخليها لك نو طابا تلقى الواد والبحر يلا نشوف حل المدينه يلا يلا غلي دابا عملت لي هادشي كامل كعرف بيتي نبعالي وكيف منا الزواج هذا جدا صافي هادشي اللي خصك غنطلقو صافي باي طلق عليك انت مرض الوالدين ما نقولش لي ما خايته القطيعه انت ما جيلي بالعودي صار منا هون يا وراح شي نبدل الغليمه ديالي غير ليه هادشي